ومعنا للحديث عن المشهد السياسي في تونس وتطوراته بعد تكليف رئيس الوزراء الجديد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة وانعكاساته على الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، الأستاذ سعيد الزواري الكاتب والباحث السياسي التونسي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولكافة المشاهدين. حياكم الله. أولا، ماذا يعني اختيار الرئيس قيس سعيد هشام المشيشي لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد؟ يعني اختيار الرئيس للسيد هشام المشيشي، وهو طبعا اسم من خارج القائمة التي قدمتها الأحزاب السياسية للمشاورات للرئيس قيس سعيد، هو هذا الاسم جاء خارج القائمة، يعني أن الرئيس يفقد الثقة في الأحزاب السياسية وفي ترشيحات الأحزاب السياسية، وأن خاصة بعد أن فشلت التجربة الأولى من قائمة الترشيحات، هذا أولا. ثم الرئيس قيس سعيد يعني استغل الفرصة، ربما كان هناك بعض يعني الفشل فيما يخص الحكومة الأولى، وهي حكومة منبثقة، طبعا الاسم ليس فخطاه كان منبثق عن ترشيحات الأحزاب السياسية، وبالتالي اختار هذه المرة أن يكون المرشح من يعني من اختياره ربما الشخصي والذاتي بناء على عديد المعطيات التي رآها مناسبة في الرجل، على أن يكون الأقدر لقيادة المرحلة القادمة، هذا هو يعني. نعم. وخاصة أن الدستور معه لا يفرض عليه أن يكون المرشح من الأسماء المقترحة من الأحزاب السياسية. نعم. طيب، إذا نظرنا إلى تاريخ المرشح المشيشي، لا يعرف عنه أي عمل أو نشاط سياسي، هل تعتقد أن الوضع السياسي يمكن أن يحتمل هذه المغامرة؟ إنجاز التعبير طبعا. يعني الرئيس لا يعتبرها، ربما لا يعتبرها مغامرة، ربما الرئيس قيس سعيد إذا ما فشل حتى يعني المرشح المشيشي في قيادة المرحلة القادمة فإنه لن يحسب ربما الفشل على الرئيس، سيحسب على الأحزاب السياسية، ربما هذا النقطة التي يراها الرئيس، وبالتالي لا يرى مغامرة. ثم الرئيس بفرض هذا الاسم من خارج القائمة، من خارج الأسماء من الأحزاب السياسية، فهو يعرف أن الأحزاب السياسية لم يعد لديها عديد الخيارات، وهي ستقبل راضخة لهذا الاسم خوفا من المرحلة القادمة أو الخطوة القادمة المتمثلة في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ربما هذا ما لا تريده الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنه قدم لهم هذا المرشح. نعم، هو ابن الإدارة التونسية، ليس سياسيا ولا يعرف عنه أنه يعني مارس السياسة أو قريب من هذا الطرف او ذاك، ربما معروف الاستقلاليه حتى في فتره يعني ترأسه لوزاره الداخليه كانت الاوضاع يعني تسير بشكل جيد، ولم تثبت له او تسجل له مواقف متناقضه مع احزاب سياسيه او يعني ضدها هذا بالاساس، وبالتالي فان يعني ربما تفاجئ البعض بهذا الاسم. هو ابن الاداره التونسيه فقط، ليس له تاريخ سياسي، فقط ربما رئاسه دواوين بعض الوزراء في فترة ما بعد الثورة، هذا فقط. وربما نعم. يكون أيضا الرئيس أراد أن يختار شخصية مستقلة حتى يبتعد عن كل التجذبات السياسية في الفترة القادمة. نعم، ولكن هل من ضمن هذه الأسباب لاختيار الرئيس لهذه الشخصية هو أنه يحاول كما يقول البعض تحجيم دور البرلمان والأحزاب؟ هل تعتقد أن الرئيس ذاهب بهذا الاتجاه؟ يعني الرئيس، نحن نعلم جيدا يعني الرئيس قيس سعيد وخلفية الرئيس قيس سعيد، وحتى الأحزاب السياسية تعرف هذا جيدا. يعني أنا أعرف تصريحات للرئيس قيس سعيد منذ سنة 2013، تصريح شهير يقول فيه أن دور الأحزاب السياسية قد انتهى، وهو يعني قد بدأ في بناء مشروع السياسي منذ ذلك الوقت. الرئيس يحظى، قوة الرئيس أنه يحظى بشعبية كبيرة، أنه نجح في الانتخابات يعني بنجاح ساحق أمام منافسيه في الدور الأول وفي الدور الثاني أيضا، ربما هذه الشرعية هي التي يستمد منها القوة الرئيس قيس سعيد، وبالتالي فإن يعني بما أنه لا يؤمن بالأحزاب السياسية ويؤمن فقط بحكم الشعب والمباشرتية من حكم الشعب، وبالتالي فإنه قدمت له هذه الأحزاب السياسية ربما المتنحر في البرلمان في الفترة الفارطة هدية أو طبق من ذهب، لأنه سيصور ذلك على أن انظروا إلى تجربة الأحزاب السياسية، ها قد فشلت، لا يمكن للتوافق بين الأحزاب أن يستمر كثيرا، وبالتالي فإن من الأسلم اليوم هو حكم الشعب، ومن الأسلم بدأ أيضا الرئيس في طرح مشروعه السياسي، وحتى حديثه عن الشرعية يعني في خطاب التكليف ليلة البارحة لا يخرج عن هذا الإطار،
هو يريد أن يقول بأن انظروا إلى العملية السياسية، انظروا إلى حالة البرلمان التونسي المشتت بين الأحزاب السياسية في قضايا نعم. حزبية ضيقة صغيرة ولا يهم مصلحة البلاد، وبالتالي فإن الشرعية هي شرعية حكم الشعب. يعني هذا الرئيس يعني اليوم يعتبر البعض أو يتفاجئ البعض بمواقفه، ولكن في الحقيقة طيب. أو يظهر وكأنه شخصية غامضة، ولكن في الحقيقة هو مشروعه السياسي يدافع عنه منذ السنوات الأولى للثورة. طيب نعم. هناك من يحمل من ناحية أخرى حركة النهضة مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في البلاد، هل تعتقد أنه من الإنصاف تحميل هذه الحركة المسؤولية عما يجري الآن؟ يعني إذا ما هناك مؤشرات، يعني إذا ما نظرنا إلى حركة النهضة على أنها حركة تقريبا حاكمة منذ سنة 2011 إلى حد هذه اللحظة، وهي من الأحزاب التي كانت دائما تأتي الأولى في الانتخابات، وهي يعني كانت يعني دائما لها حكومات، حتى حكومات لحركة النهضة ورؤساء حكومات من حركة النهضة. بهذه الحصيلة نعم يمكن تحميل جزء من الفشل السياسي الذي نعيشه الآن، وجزء من الوضعية التي تعيشها تونس، يعني من أزمة ربما اقتصادية وأزمة سياسية، يعود بالأساس يعني إلى حركة النهضة باعتبارها أنها تقود أو مشاركة في الحكم في كل الحكومات تقريبا منذ سنة 2011، وبالتالي المسؤولية السياسية نعم موجودة لحركة النهضة من هذا الباب. ثم أيضا هي الكتلة الأكبر في البرلمان، وبالتالي ربما يعني ما يحدث في البرلمان هو يعني يرجع بالأساس لوجود هذه الكتلة ولكبر هذه الكتلة، ثم يعني بعض الأدوار التي لعبتها حركة النهضة حتى في فترات سابقة يجعلها تحمل المسؤولية. المسؤولية الأخرى أيضا لحركة النهضة أنها يعني في طيلة العشر سنوات بعد الثورة ربما يعني هناك شاهدنا بعض المواقف المتناقضة، يعني ولكن في المقابل شاهدنا أيضا عديد التنازلات لحركة النهضة قدمتها صحيح. في هذه الفترة أجبرت بعض القياديين على الاستقالة، ربما الجميع يتحمل مسؤولية في النهاية. ولكن طيب أستاذ سعيد نعم. ماذا لا قدر الله مستقبلا إن فشل المشيشي في تشكيل الحكومة ونيل الثقة، وكانت هناك عراقيل وعوائق أمام عمله، هل يعني ما السيناريوهات الموجودة في ذلك الوقت؟ يعني هو أنا تابعت اليوم تصريحات الأحزاب السياسية خاصة منها الممثلة في البرلمان، الكل أبدى تلين في تقبل شخصية الرجل وأنها تجلس مع الرجل وتعرف يعني ما هي نواياه وكيف تشكل هذه الحكومة، وبناء عليه فإنها ستصرح يعني بدعمها له من عدمه. هذه نقطة إيجابية لأن الرئيس وضع الجميع أمام الأمر الواقع وعليه اليوم تقبل هذه الأحزاب. الأحزاب اليوم تخاف من شبح يعني الانتخابات المبكرة وحل البرلمان، وبالتالي هذا ربما سيجعلها تقدم التنازلات وتقبل باقتراحات حكومة المشيشي، وربما وأعتقد يعني أنها ستمر أمام البرلمان وستساعدها في فترة أولى من أجل يعني نجاح هذه الحكومة أو نجاح عمل هذه الحكومة، لأن المسؤولية السياسية أصبحت حتى أمام الشعب اليوم. إذا ما فشل المشيشي فإن الشعب سيحمل الأحزاب السياسية هذه المرة ربما أكثر من ذي قبل. هذه نقطة، لكن في صورة ما إذا ما فشل السيد المشيشي في هذه الحكومة أو في استمرار هذه الحكومة حتى إذا ما مرت، فإن يعني الحل واضح دستوري. نحن اليوم على الأقل نعيش في تجربة ديمقراطية ناشئة في تونس، لا نحتكم إلا إلى الدستور، وبالتالي فإن الدستور يقول في هذه الحالة يجب يعني سيحل البرلمان، وبالتالي سنذهب في الى انتخابات تشريعية مبكرة. نعم الفترة قد تطول الى من يعني الى 4 او 5 او حتى 6 نعم. اشهر نعم. ستكون فيها حكومة المشيشي ربما حكومة تصريف اعمال، ولكن هذا هو السيناريو اليوم. يعني لا تخوفات من تغيرات كبرى وجذرية في العملية السياسية في تمام. فقط شكرا نعم شكرا لك الاستاذ سعيد الزواري الكاتب والباحث السياسي التونسي، كنت معنا من تونس.